أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء. أليس في جهنم مثوى للكافرين. أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإن الله لمع والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإن الله لمع المحسنين. ألف لام ميم. غلبت غلبت الروم في أدنى الأرض. وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون. ويومئذ يفرح
يفرح المؤمنون ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله بنصر الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر صدق الله العظيم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون بسم الله الرحمن الرحيم ألف غلبت الروم في أدنى الأرض وهم
سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله بنصر الله وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وعد الله وعد الله وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماء وإن كثيرا من الناس بلقاء كافرون صدق الله العظيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة
عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا صدق الله العظيم صدق الله العظيم. ثم كان عاقبة الذين أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ثم إليه يرجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون
ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين وكانوا بشركاء صدق الله العظيم. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون فهم في روضة أما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك في العذاب محضرون سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون وكذلك تخرجون
صدق الله العظيم. فسبحان الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم.
إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آيات
وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم ضرب لكم مثلا من أنفسكم فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله صدق الله العظيم.
ومن يهدي من أضل الله فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم فمن يهدي من أضل الله كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا صدق الله العظيم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فطر الناس عليها
ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. منيبين إليه ولا تكونوا من المشركين. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. صدق الله العظيم. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كل حزب بما لديهم فرحون. كل حزب بما لديهم فرحون. من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه
إليه ثم إذا أذاقهم ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم يتكلم بما كانوا به يشركون. فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير الذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. صدق الله ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. أيها السادة، نحن في تكريم روح كريمة صعدت إلى رب كريم، آيات بينات من الذكر الحكيم قد تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العالم القرآني
العالم الإذاعي فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد سالم عامر قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون وقارئ بجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. حضرات السادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا.